خضري ممكن تقولي توقع؟ ها؟ ممكن تقولي توقع للنتيجة؟ لا يعني الماتش صعب 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 جدا جدا جدا، يعني مش مجرد ان العمليه منافس راحت قوي تسلق برضه، مفيش وبتاع. هزار يعني. لكن انا احساسي ان الاهلي هيكسب دايما، زي بقول ان الاهلي في الماتشات دي بيعرف يلعبها، ما تعرفش بقى ايه اللي بتحاول. وبالمناسبه شوف الكلام اللي كان بيتقال على كولر، الاهلي اما لو الاهلي كسب كولر بقى يبقى، ولا تقول لي جوزيه ولا مش جوزيه ولا الجماهير يا جماعه في ثانيه، الجماهير ليها ودي ده حلاوه الجمهور، بالماتش بالحاله دي يعني. حلاوه الجمهور اصلا، هو عايزك تكسب، عايزك تبقى كويس، وعايزك استاذ بليغ. التمنيات فوز الاهلي، لكن التوقعات خساره الاهلي. كابتن عبد الجليل، يعني ان شاء الله الاهلي هيكسب بس بضربات جزاء، يعني الماتش هيطلع خد تعادل. بالك التعادل دلوقتي وقت اضافه وضربات جزاء، هو هيبقى فيه اهداف، هم اعلنوا كده كمان. اللائحه بتقول كده، في اهداف بس. مين من اللعيبه، احنا الثلاثه كده، احنا الاربعه نقول قبل ما نطلع على موضوع تاني، اللي لو تألقت هيفرق جدا مع الاهلي، يعني تقول دول المفاتيح. الشناوي كده كده ربنا بيكرمه في ان الماتشات شاء دي. الله. هو بامانه عبد يعني نقول المنعم، ثلاث اسماء مثلا، اربع اسماء، عبد المنعم وكهربا لو فايق وبرسيتاوي، الثلاثه دول هم اللي هيحركوا الليله مع الشناوي، مع الشناوي. عبد المنعم وكهربا، يعني هيبقى فايق، فمش ان شاء الله مفيش حاجه تيجي فينا. قصدك الشناوي؟ الشناوي لا، وعبد المنعم بالديفنس، عبد المنعم لو فايق عشان بنزيما بالذات يعني برضو ما يخطفش منه، ما يتحركش من وراه. وكهربا يعرف يخلص، يجيب كوره، يجيب جون. بيرسيتاو ممكن يسحبنا لقدام، هم دول الثلاثه اللي ممكن نتنفس بيهم زي ما بيقولوا، كهربا وبيرسيتاو. هتلاقي الاتحاد ضاغط طول الماتش علينا، لان كولر هيلعب نص ملعب مش هيضغط خالص. خضري، لا الاهلي لو هيجيب جون هيجيب جون من كوره ثابته، هتلاقي محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، حاجه كده. لكن مين يعني اللي لو تألقوا ممكن تراهن عليهم؟ حسين الشحات. حسين الشحات يعني بيعمل الاجواء الخليجيه، بيعمل حاجات غريبه في الماتشات دي كده يعني، حاجات غير متوقعه. هي ربنا بقى بيكرمهم غير سرعاته ولا اي حاجه كده، تحس بتمشي معاه في الماتشات دي يعني كده. بليغ، مين في الاهلي ممكن تقول الاهلي ممكن يعمل حاجه عشور. لو فايقين عاشور، لو في امام عاشور مستواه انت قصدك عاشور من ناحيه نقل الكوره وتمريراته، وهو نقل، وهو ان هو الاستلام وسرعه نقل الهجمه، ويدي فرصه لبيرسيتاو والشحات يتحركوا، فهو عاشور وبيرسيتاو وده وكهربا. لو هم الثلاثه دول اشتغلوا فكهربا طبيعي كده خلاص، هي هو اللي هيهد. فانا شايف انه محور الماتش هيكون عاشور وتالقه، وهو هيدي فرصه لبيرسيتاو والشحات يتحركوا، وده هيساعد كهربا كتير. وانت مين بتبني ده على اللونج باص وتحركاته. انا مع بليغ في قصه امام عاشور، لان انت عشان خاطر تستغل اندفاعهم الهجومي فلا هيبقى في مساحات، فلازم تستغل سرعات حسين الشحات زي ما خضري قال، وبرسا زي ما انت قلت، وده محتاج نقل كرة بسرعه جدا. فامام هيبقى محور في القصه دي. وخد بالك برضو مروان بيعملها كويس، بس ان اراد زي امام يعني. السنه اللي فاتت مروان كان بيعملها كويس لحمد فتحي، يعني عملها كذا مره، بس هو السنه دي يعني السنه دي اقل طبعا هو من السنه اللي فاتت. لو مروان عملها مع نقل الكره السريعه دي مهمه جدا. لينقل امام عاشور، مع احترام المروان وبتاع، اللي يعرف ينقل النقله السريعه دي هو امام عاشور. اهم حاجه بس ديانج الميز باص، لان لو اتقطعت مننا الكره في نص ملعب كتير هيستلموها مننا. ديانج ساعات بيعمل ميز باص كتير، بيسرح هي دي. ميز باص بس هي دي، انما يسلم للي قدامه احسن ويقطع بس. دي مهمه. هل ممكن عمرو السوليه يبقى ليه دور في الماتش ده؟ صعب صعب بعيد صعب صعب يعني. والله انا يعني الراجل الكولر ده ممكن يفاجئ الماتش بالظبط على مين، واصابه الماتش ما استحملش حاجه زي كده، واللي بيلعبوا في مركزه ممكن ينزل متالقين. ممكن ينزل طبعا، ممكن ينزل ربع ساعه يعني لو طول امام وقفشه. يعني في افضل حالاته يعني، معلش هو بعد لو طلع امام عاشور مين اللي هيشارك؟ قفشه بصراحه، فبعيد. ايوه بس في حاجه، انت لو كسبان وعايز تحافظ انت ممكن تنزل السوليه تاني، ولا ممكن يفاجئنا بقفشه؟ لا ما اظنش، بالبدايه صعب يعني يستفاد منه ورقه رابحه، بس كابتن الغندي وكانتي بيزيدوا على طول وبيكملوا ورا الثلاثه، بيبقوا خمسه بيهاجموا، فابينيو بس اللي بيقف. مين اللي يقف في الحته اللي قدام الديفنس؟ مروان ولا ايليا؟ حلو قوي دي. طبعا انا لو المدرب مروان الميس باص اقل من ديانج. ديانج لو اديته الكوره وهو في القلب عشان يلف تقطع منه كتير ويعمل عليه خطوره، بس مروان بيعمل فاولات كتير برضه يا كابتن، وبرضه مروان بتقطع منه ساعات يعمل فاولات في الحته دي كتير. دي الخطوره في كده. ده اللي كان بيريح الراجل السوليه، كان بيريح الراجل في الحته دي عشان حريف بيلف بسرعه وبيلف بظهره،
ما تقطعش منه، بس اللي اقرب في الحته دي مروان، اللي هو يملى الحته اللي قدام، يملى الحته دي، اللي هو الليبرو المتقدم ده. اه امهر من دي من ديانجي شويه، وديانجي يبقى على اليمين، لان كانتي والغندي دول صراع قوي ورخمين قوي، يعني لازم يقفل على واحد فيهم. طب احنا جاي متفقين على التشكيل؟ طبعا بالنسبه بالنسبه يعني لو قلنا شناوي، هاني، معلول، عبد المنعم وياسر، ولا عبد المنعم ورامي؟ انا بقول ياسر، رامي اقرب عشان الخبرات برضه. انا شايف رامي ماشي كويس الفتره اللي فاتت دي قوي، بس انا الماتشات دي بتاعت ياسر، انا بقول ياسر يعني. شوف انا ميال لرامي، بس ماتشات ياسر دي. طيب نص الملعب ما فيهوش نقاش متهيألي، يعني اليو ديانج ومروان عطيه وامام. طبعا مش كده، ولا الهجوم فيه كلام، بيرسي تاو والشحات وكهرباء. هو ده اللي الراجل كسب بيه السنه اللي فاتت. التشكيل ده شلت هو بدأ حمدي، هو بقاله ماتشين، هو بقاله ماتشين حتى لو مثبت كده بولزداد الاهلي اتعادل، بس هو مثبت كده. ولو فضل كده واللعيبه دي جابت فوائد هيعملوا ماتش كويس. وخد بالك ان زي ما احنا قلقانين من اللعيبه دي، لا النادي حساب الاهلي جامد طبعا، حساب الاهلي برضه باساميه بفرقته، وبعدين ما تنساش هو عشان خد بالك لعيبه كوره فاهمين هم في تصريحاتهم حتى على كريم بنزيما والمدرب بتاعهم بصراحه. بس ما تنساش الاهلي في كاس السنه اللي فاتت، انت راجع لك داخل عليهم في الماتش. يعني هم حتى في تصريحاتهم اثنين محطوطين في الجوائز بتاعت الكاف قبل ما يلعبوا الماتش ده. هو بعيد عن الهزار بقى، هو الماتش قوي، قمه القمه، وماتش هيبقى ممتع. ده اجواء نهائي، ده اجواء نهائي كاس العالم. يعني الماتش ده مع كامل احترامي كل الماتشات الكاس العالم هتلعب، لا يضاهي الا نهائي كاس العالم، الا النهائي كجماهيريه يعني. كجماهيريه واهتمام كمان. فهو الفرقتين كبار، اللي هيكسب من الفرقتين دول هيوصل نهائي. يعني يكسب في لومينينس البرازيلي ده؟ يا راجل والله اللي هيكسب من الاهلي والاتحاد هيكسب في لومينينس وهيوصل. انت موافق؟ لا مش شرط، بس الماتش انا بتفق مع بليغ ان الماتش ده زي يعني اهم ماتش في البطوله، بس دي اجواء حلوه بصراحه. اهم ماتش مثيره يعني، اهم ماتش في البطوله مش كده؟ لكن مش شرط ان اللي يكسب يوصل النهائي طبعا. يعني كل الميديا وكل الاجواء كل الجماهير مستنيين من هنا لغايه الماتش يخلص، ما حدش يتكلم على يعني قليل لما تلقى في كاس العالم جمهور المنافس يعني. لا ممكن يملى الملعب لو فتحت له كل الملعب كله. اكبر عدد جماهيري حضر كان في الماتش اللي فات ده اوكلاند سيتي في تاريخ كاس العالم، 50,000 وكسور و200 وشويه كده. تخيل بقى كمان لما يكون المنافس الاتحاد جده الاهلي طبعا، فانت هتضرب الرقم. ما هو في ساعه للاستاد هتتضرب الرقم ده، هيتضرب عشان كده هتحشر. اي بطوله بتتعمل دايما الاهلي هتحشر.